حيث قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن أجهزة الأمن التابعة للنظام تخفي وتحتجز جثامين أكثر من 456 لاجئا فلسطينيا استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات النظام. المجموعة قالت في تقرير لها إن فريق الرصد والتوثيق التابع لها تمكن من توثيق مقتل 456 لاجئا فلسطينيا في سوريا تحت التعذيب. معي للوقوف على هذه المعلومات في هذا التقرير المنسق العام للتجمع الفلسطيني السوري السيد أيمن أبو هاشم. سيد أبو هاشم، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. 456 لاجئا فلسطينيا وثقتهم مجموعة العمل من أجل الفلسطيني سوريا بأنهم قتلوا تحت التعذيب لدى النظام السوري. ما تعليقكم على هذا الرقم؟ وهل لديكم معلومات أين قتل هؤلاء؟ وما الدعاوى التي اعتقلهم النظام السوري بالأساس من أجلها؟ أولا تحياتي لك وللجمهور الكريم. الحقيقة أن العدد بلغ اليوم 457 شهيد هم ضحايا التعذيب، مع الإعلان اليوم عن استشهاد ميسرة أبو رحمة وهو فلسطيني من أبناء مخيم النيرب، كان قد اعتقل قبل عام وتم تبليغ ذويه هذا اليوم عن استشهاده. طبعا مدونة الانتهاكات، دعني أقول، ضد اللاجئين الفلسطينيين كانت عام 2016 هي الأكثر من السنوات السابقة، إن كان على صعيد المعتقلين أو الشهداء تحت التعذيب الذين قضوا بسبب الوسائل الهمجية التي اتبعها النظام وأيضا أجهزته الأمنية في تصفية هؤلاء المعتقلين، أو على صعيد نتائج الحصار المناطق التي يحاصر فيها الفلسطينيون تحديدا في مخيم اليرموك، وايضا على صعيد الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئين الفلسطينيين في الخروج والتنقل بسبب حاله الحرب القائمه في سوريا، وضحايا ايضا سقطوا ايضا بسبب اوضاع الاشتباكات العسكريه ايضا الموجوده الان. بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدايه الثوره 3414 ضحية، من بينهم يوجد 455 امرأة، هذا عدا عن وجود 1137 معتقل فلسطيني في أفرع الأمن، بينهم أيضا هناك 80 امرأة. وهؤلاء الذين ما زالوا على قيد الحياة في معتقلات النظام، هل هناك أي معلومات أين يعتقلهم النظام، في أي أفرع من الأمن، ما حالهم؟ حتى الآن كل يعني وضعهم كوضع المعتقلين السوريين، بمعنى انهم يعيشوا في حاله بالطبع لا يمكن الوصول اليهم او اي معلومات الحصول عنها حول الوضع الذي يعانون فيه، بمعنى انهم امام مصير مجهول فعليا. وبالتالي ما يؤكد ذلك انه بين الفينة والاخرى يتم اخبار اهالي هؤلاء المعتقلين بموت احد ابنائهم دون ان يعرفوا اي سبب في ذلك، بمعنى انه حتى لا توجد اي تقارير توضيحيه او طبيه توضح سبب الوفاة. وهل أصلا يعطونهم جثث القتلى عندما يبلغونهم عن مقتلهم؟ فقط من أعطيوا يعني تم تسليم جثامينهم هم فقط النصف من هذا العدد الذي تم تسليم الجثامين، النصف الآخر لم يتم تسليم أي جثمان، فقط كانوا يرسلون إلى أهله فقط الأوراق التي كانت بحوزته من هوية أو جواز سفر أو ما إلى هنالك، فقط هذا ما كان يحصل، وفي أحيان أخرى يتم الإخبار عن طريق الهاتف. هناك أيضا فصل بشع أيضا ومأساوي ذكره بعض الحقوقيون كما ذكره وأشار إليه مرصد أو مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، تخوف بعض أهالي المعتقلين من وجود معلومات استندت على شهادات معتقلين أفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام أكدت بأن ضباط في أفرع النظام السوري ترتبط بشبكات بيع الأعضاء البشرية. تم نقل جثث من الفرع 215 على سبيل المثال في المربع الأمني في كفر سوسة في دمشق إلى مشفى الأسد الجامعي، وهناك يتم سرقة أعضاء من الذين تمت تصفيتهم أو ماتوا تحت التعذيب. هل لديكم أي معلومات تؤكد ذلك؟ يعني الحقيقة المعلومات بدأت بالصدور حول هذا الموضوع منذ العام 2013، وكان هناك طبعا أكثر من معلومات تتقاطع على أن هناك تجارة لبيع الأعضاء بحق هؤلاء المعتقلين ضحايا التعذيب. بجميع الأحوال هذا النظام لا يتورع عن القيام بكل الأفعال الهمجية الوحشية المروعة التي فعليا تتناقض وتخالف كل القوانين الدولية والإنسانية. واليوم كلكم تعلمون كان في اتفاق في مخيم خان الشيخ
على أن تعتبر منطقة هدنة، يعني لا يدخلها النظام أو قواته. يوم أمس دخلوا وقاموا باعتقال أيضا 6 فلسطينيين من أبناء المخيم، وقاموا بالسيطرة على سيارات إغاثية ومستودعات إغاثية. بمعنى هذا النظام لا يؤتمن ولا يمكن الثقة بكل ما يتحدث عنه. الضحايا تؤكد، وكل هذه الشهادات والتقارير الصادرة التي توثق أسماء الضحايا تؤكد بأن النظام ما زال مستمرا، بل أنه يضاعف من بطشه وقمعه ضد اللاجئين الفلسطينيين. ويبدو أن هناك فعليا أصبح من المكشوف تماما أن النظام يمضي باتجاه تدمير وتفريغ المخيمات الفلسطينية. والتهجير القسري لم يعد فقط بحق السوريين، وإنما أيضا التهجير القسري فعليا بحق اللاجئين الفلسطينيين. أنا سأعطي رقم قد يكون للبعض يعني مبالغ فيه، ولكنه فعليا هذا الرقم، نحن رصدنا هذا الرقم عبر السنوات الماضية. هناك أكثر من 1/3 اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا خارج مخيماتهم أو أماكن سكنهم في سوريا. هم إما نازحين داخل المناطق السورية الأخرى، وهناك أكثر من 150,000 أصبحوا خارج الحدود. شكرا جزيلا لك. النظام يمضي باتجاه تصويت اللاجئين الفلسطينيين. المنسق العام للتجمع الفلسطيني السوري مصير إبراهيم أيمن أبو هاشم، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.